أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور الجمعة 25 يونيو حزيران 2021. توقعات برج الثور عاطفيا، تتعاطف مع بعض المحيطين وتمر بمزاجية معينة فتكسر الانفعالات والمشاعر وربما تفصح عن رأي أو رغبة أو موقف. اتكل على حدسك ولا تستعجل الصراعات. استعمل الدبلوماسية اليوم فقد تفيدك كثيرا. مهنيا انت جذاب اليوم ومهيمن على من حولك اليوم للقرارات او للتطور، الامور لصالحك ولا تزيد حماستك وتفرح لتعزيز قدراتك مع من حولك، فالحيوية هي مصدر طاقتك وحماسك. صحيا تجنب كل ما يؤدي للبدانة، فالكثير من الأطعمة قد تكون مسلية لكن مضرة بالصحة إذا أفرطنا بها كالشيبس والشوكولاتة. توقعات برج الثور للرجل، اليوم يحمل لك أحلاما جديدة ويدعوك الفلك للتأني ومراجعة ما تكتب أو تحضر. تتخذ الحياة الشخصية أهمية كبيرة في حياتك الآن. خفف من غيرتك تجاه الحبيب وامنحه الثقة. الوضع الفلكي داعم وقد يعدك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب. فترة المساء حاول الحصول على الراحة المناسبة لجسدك ولنفسيتك. توقعات برج الثور للمرأة، اليوم ودائما فكري في الجوانب المشرقة للأمور. عندما تشعرين بأنك فقدت كل طاقتك احرصي على حصولك على بعض الراحة. الأنشطة الرياضية حتى لو في المنزل أصبحت حاجة ضرورية وعليك القيام بها. عاطفيا للعزباء، عليك التفكير جيدا قبل الدخول بأي علاقة عاطفية. مؤشرات برج الثور ليوم الجمعة، الطاقة 75%، العاطفة 90%، النجاح 90%، الصحة 70%. أرقام الحظ لبرج الثور ليوم الجمعة 8 93 70 37. توافق برج الثور ليوم الجمعة في الحب مع الثور، في الصداقة مع الدلو، في العمل مع العذراء.